كاملة مرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. خواتاتي الغزالات مرحبا بكم. علاش ما قلتش خوتي العزاز؟ حيت عارفكم ما غاديش تفرجوا في هذا الفيديو، يعني البنات هما اللي غادي يتفرجوا. تضحكني وجهي عرفتي، مع دابا كنعرق انا بالزربة والضو دار في كتبان هاد البلاصه كتبري. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم نصائح كيفاش تكسبي عجوزتك، كيفاش تخلي الحماد ديالك تولي تبغيك، تولي تحماق عليك، تولي فين ما مشات تهضر عليك، ما تبقاش دير معاك الحسابات. المهم اخوان اللي كيشاهدونا اول مره، ما تنساوش ديروا اشتراك على القناه باش تنضموا للعائله ديال جمال الفا. ومرحبا بكم، واذا عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تبخلوش عليا بزر جيم ان شاء الله باش نديروا فيديوهات جديده. ندخلوا في الموضوع ديالنا. لتكسبي اعجاب حماتك عليك يا عزيزتي الزوجه بفعل الكثير من الامور في كثير من المواقف والمسؤوليات التي تقع على عاتقك كزوجة وأم وكنة. شنو هي الأفعال والنصائح اللي غتقدر تمهد لك الطريق باش تكسبي إعجاب الحماد ديالك، واخا شوية كيكون صعيب المهم حنا غنعطيو نصائح وأنا متأكد أنها غادي تعاونكم إن شاء الله. من النصائح يعني المهمة التي قد تساعدك يا عزيزتي الزوجة لتكسبي حب وإعجاب حماتك، أول حاجة الاستمرار في مدحها، ديما مدحيها. تحب الحمات ان تمدح من قبل كنتها، فلا تترك مناسبه يعني الا وتمدحيها، يعني ما تخلي حتى شي مناسبه الا وتبقاي تشكريها وتخليها تحس بالقيمه ديالها وقيمة داكشي اللي كدير مهما كان بسيطا. واخا تكون هزات غير كاس وحطاته في الطبله، انا ما كتبقى فيا انايا غير ماما، حيت نتوما خاصكم تقولوا ليها ماما، غير ماما مسكينه تتعيا مسكينه وداك الشيء، انا نوض نعاونك يا ماما. ولكن المهم مدحيها مدحيها، عطيها صباغه وكل شيء، مدحيها وحرصي على ذلك دوما لتكسبي اعجاب حماتك باستمرار. اي واحد تيبغي انه شي واحد يمدحو يشكر. ثاني حاجه هي السرعه في الاداء، يعني خاصك تولي نينجا. لتكسبي إعجاب حماتك عليك أن تكوني سريعة في إنجاز مهماتك المنزلية ومسؤولياتك تجاه أسرتك، لأنها ستحكم على مهاراتك خطأ تزاقوا تلعبة وإمكانياتك من خلال ما وصلت إليه هي من خبرة وممارسة. إن داكشي كامل اللي دوزاته هي في العسكر غادي تطبقوا عليك، يعني غادي تشوف واش انتي خفيفه، واش الطباصل اللي تحط لها طبسيل وشي لعبه، واش مسخين من الجناب الكيسان وكذا. المهم يعني خاصك كما قلت خاصك تكوني نينجا، واعتذر على المصطلح. ثالث حاجه وليا مهمه النظام والنظافه. الاخوان يعني ما محتاجينش انه ضروري تكون الحمات عاد حنا نديروا النظام والنظافه، لا يعني في الحياه ديالنا خاصنا اصلا كامله تكون. ولكن كثير من الحموات يراقبنا زوجة الابن في كل شيء، وذلك للتأكد من أمور معينة أهمها النظام. لذا حرصي على أن يكون بيتك دوما منظما ونظيفا حتى ترى بعينها مهاراتك في تنظيم منزلك ونظافته. تقدر تلقاي أنه ولدها باش كان عايش معها كان كينوض من الفراش ديالو كيخلي كاشو هكاك مرمية على الحيط، داير في بالو أنه غيجيب ليل وغادي ينعس، يعني ما عندوش طويا. ملي تزوجتي بيه خاص طوال كاشا يتنقى داك الشيء، حيت ولدها كان كيطوي كاشو. لا يعطينا وجهكم. نهضروا على حاجه اخرى عاوتاني، الاهتمام بمظهرك. هذه ضروري، صحيح قد انه قد يعني توجد مشاعر الغيره من الحماه تجاه زوجه الابن، وهذا الشيء راه طبيعي وعادي جدا، ولكن ما يجب ان تعلميه عزيزتي الزوجه ان اهتمامك بنفسك وبمظهرك سيساعدك لتكسبي اعجاب حماتك بسهوله. لذا اجعليها تراك في اجمل اطلاله دوما، واحرصي على ان يكون مظهرك لائقا، ماشي تلبسي الصايات، لائقا يعني محترم ولائق في منزلك، وزيدي من اهتمامك بنفسك وقت استضافتها في منزلك. يعني كيف ما كان الحال اي حماه تبغي مرت ولدها تكون زويونه مهليه في راسها نقيه، علاش؟ حتى هما كيدخلوا كيمشيو عند العيال الاخرين وداك الشيء وكيشوفوا ولادهم وداك الشيء، بعض المرات ملي تيكونوا مهليينش في راسهم وداك الشيء كتقول هذيك خيتي واخا ما كنحملهاش مرت ولدي ولكن مهليه في راسها، ما عندي ما نقول. ما عرفتش خامس حاجه ولا رابع حاجه، المهم نمرر الحاجه اخرى هي دعوتها للضيافه، يعني خاصك تعرضي عليها، اكثري من دعواتك لها سواء كان على الغداء او العشاء في المنزل او حتى خارجه كنوع من الضوء والتقدير لها ولكيانها ومكانتها. اغلب
يعني امهات للرجال كيقولوا باللي عيالات ولادنا ما كيبغيوناش، ويعني باش كتشوفك انت ديما كتعرضي عليها وكتكبري بها، يعني انت كتبغيها وكيف ما كان الحال غادي تمرك. ربما اخر حاجه وليس اخيرا، يعني شراء هديه لها او للمنزل عند زيارتها. شوفوا باش تخليها تولي تحماق عليك، تولي عزيزه عليها، احذري وياك ان تدخلي عليها المنزل. انا بديت كنعرق تبا، ان تدخلي عليها المنزل يدك طويله. ما معنى يدك طويله؟ يعني ان تدخلي عليها الى المنزل بدون شراء اي شيء لها او للمنزل. الله يجعلك تاخذي لها غير كيلو ديال البنان، او حتى شراء اي من اطباق الحلويات الفاخره، يعني شري لها طبسيل، شري لها شي حاجه او اي شيء اخر يمكنها الاستفاده به داخل منزلها، يعني باش هي من تدوز في الدار تشوف هذاك تفكرك، يعني تفكرك تقول راه مرت ولدي اللي شراتها ليا، وبقدر استطاعتك يعني خذي على قدر الاستطاعه ديالك، يعني زيري الراجل قولي شري ليا، شري ليا، ما ندخلش انا على امك انا يدي طويله وخاويه، شري ليا. لذلك خاصة وأن لذلك تأثير إيجابي كبير على علاقتها وإعجابها بك. المهم أنا يعني غادي نلقى شي وحدين كي تختلفوا معايا في الرأي، حيت راه حاس بكم، عارف راه كنسمع شي قصص وداك الشيء، كاين شي حماوات الله يسمح لنا دايرة بحال كلاندايزر، راه الله يجعلك تجيبي ليها الدقال المراكشية، تجيبي ليها حبيبات الرما في الدخلة، تفرشي ليها الورد، ترشو عليها ديك ديال المزهر، تعرضي لها بالحليب والتمر والبنات تزغرتو وتقول لك شلا، تقتلك. انا عارف انا عارف الله يسمح لنا منهم، ويني حاولوا حاولوا ما تستسلموش، ما تخليوهاش تغلبكم، خليوها تبغيكم صح، يعني قاوموا، ديروا هادشي اللي قلت لكم وقاوموا، وان شاء الله غادي تنتصروا وديروا لي جيم تاعنا تاعنا المقاومة. تلقى فيديوكم ان شاء الله. السلام عليكم. को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हग करके। I wanna see you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी।